السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الحين في القاعة المخصصة بشركات الطرف الثالث. أول شركة راح نبدأ فيها هي سكوير إنكس. في بداية زي ما انتم شايفين هنا في عندنا عارضين Kingdom Hearts 2.5 Remix HD لجهاز PlayStation 3. طبعا اللعبة تضم أكثر من جزء، ثلاثة أجزاء مختلفة غير الأجزاء الثلاثة اللي لعبناها في 1.5 Remix. بعد هنا في عندنا Final Fantasy الموسيقية اللي هي عنوان هذه المرة كتن كول اللي هي تكملة يعني الألعاب ليجاسي اوف كين، لكنها جاية لعبة جماعية وفلة وناسة وكذا. هنا في عندنا ريلم ريبورن على البي سي، الشعب جالسين يلعبون وفعلينها. نقدر نكمل هنا يا أسامة. هنا عندنا مترو ريدوكس، في عندنا عرضين الشاشة حقتهم نفس السنة اللي راحت، نظام تريلرات ألعابهم القادمة. فهم يبدو لي أنه راح ينشرون لعبة Dead Island 2، وطبعا في عرض استهبال كنا زي ما صار السنة اللي راحت مع Dead Island الأصلية، مو السنة اللي راحت، قبل ثلاث سنين عفوا. وهنا جالسين يسولفون، وهنا Final Fantasy. فيبدو لي كذا أن احنا خلصنا هذا الشيء، فان شاء الله يعني انه وضحنا قسم سكوير إنكس بافضل شكل ممكن، ما هو كبير ابدا. فيعطيكم العافيه متابعه، معكم احمد بن محفوظ، نشوفكم ان شاء الله على خير. اسامه سلطان خلف الكاميرا، سبحان الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.